السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشوف الـ Config Change Logs، أي تغيير بأي Configuration بالبدالة ممكن نشوف الـ Logs تبعت هذا الـ Configuration اللي صار. بعد ما نعمل Login على البدالة راح نروح على System، هنلاقي Config Change Log، هنضغط عليها. طبعا ممكن نعمل Export كمان زي ما احنا شايفين. هنشوف اليوم والتاريخ والتفاصيل هذه وشو اللي تغير بالضبط، كل اوبشن واي ساعة زي ما احنا شايفين. يعني مثلا هون احنا غيرنا بالسيب ترانك مثلا زي ما احنا شايفين. ممكن نشوف التاريخ والتغيير اللي سويناه او الكونفيجريشن اللي ضفناه. زي ما حكينا ممكن ناخدهم كلهم اكسبورت.